أعتقد أنه الآن لابد من ظهور الإدارة نادي الشباب للحديث عن هذه الصفقة وحديث عن الأمور الثانية الكثيرة. عبد الرحمن بالنسبة لحسان تنبكتي تكلمنا عن التفاصيل أنه 15 مليون ريال أعتقد راح يأخذ كل سنة والعقد موقع من الفجر حسب مصادري أنه نعم في اتفاقية تمت الفجر فجر اليوم تكلم والاجتماع عقد اليوم فاليوم تتكلم عن العرض اللي يتكلم عنه الأستاذ ناصر أنه وصل 80 مليون أثناء الاجتماع فهو تم الموضوع أعتقد خلاص. أنت ليش تقول لي ليه خالد ثنيان قال لهم الكلام هذا؟ لا ما أدري ليش حاول يحتويهم أو كذا لا ما أدري هو يمكن يطلع يوضح هذا الأمر لكن اليوم اللي أنا أكد لك أنه كلنا كانت الأمور الفجر حتى واضح حتى من شقة النور شوف في الفيديو واضح يعني وين بيوصل الهلال نيمار في النهاية طبعا اللي أتكلم الهلال كهلاليين ما يعنيهم شريط داخل في بيت الشباب في النهاية هو أنا أعتقد يعنيهم جدا لأنه يعني لا أعتقد أن علاقاتهم في الإدارة الحالية علاقات رائعة بالعكس جدا. ترى أبشرك أنها مبروكة وخذوا واحد من أهم الصفقات. أنا شخصيا انتقد فهد بن نافل أنه فرط في محور ستة إلى اليوم الهلال مو بقاعد بس ترى على فكرة بس محور ستة فرط فيه يعني أنا أعتقد تسمح لي محور ستة فرط فيه مع الإدارة السابقة الإدارة الحالية ما فرطت في في الإدارة الحالية أقصد في إدارة الشباب ما هي اللي جابت كولر لكولار أتى من الإدارة السابقة لذلك أنا تعليقي على الإدارة الحالية هي تعمل لمصلحة الهلال يعني أكثر من مصلحة مبلغ خالد أنا أقترح أنه يعطون كل بابا نيفيز ورجعون كولار قبل فوز أنا أعتقد قبل فوز هذه معلومة أكيد الكولار وقع مع إدارة خالد البلطان ما وقع مع اتفاق ما بين خالد البلطان و إدارة فهد بن نافل ما هي إدارة الثنيان أعتقد لو كانت إدارة الثنيان والمصلحة كانت لي الشباب ما أعتقد أنه طيب ما أعتقد أن الثنيان يقبل في اتفاق كان تم بين الفريقين أنه هذا اللاعب يمنح في حال رغبتنا أنا ما أدري شو التفاصيل في هذه الأمور لا بس إحنا ندري وش التفاصيل اليوم المعلومة اللي قاعدها يقولها بسام واضحة يعني هي واضحة لنا كلنا أنه صحيح كولار وقع قبل فوز نعم. قبل فوز ما له علاقة انه واحد قيمة يعني 5 مليون دولار إدارت يباع بمليون ونص اي لا بس في ولا وفي احتياج ترى كلام عبد الرحمن صحيح اجل في إدارة تقبل عرض ب 46 مليون اي رسمي وتاخذ اي على الورق ولا كلام اي تاخذ 80 رسمي رسمي يا اخي رسمي العرض رسمي ما في رسمي متى وصل الا عرض رسمي متى وصل يقول انا اكد لك ان عرض النصر متى وصل وانا اكد لك لا لا عبد الرحمن لا لا نسخف الامور يا جماعه الاتحاد ارسل عرض رسمي ورفض من إدارة الشباب مكتوب بس دقيقة مكتوب ولا لا معلومته خليك المعلومة إيه بس لازم أنا أبغى أستفهم خليني أتكلم بس خليني أتكلم الاتحاد أرسل عرض رسمي واحد. ورفض كم قيمته وما عندي علم في قيمة الاتحاد بس خليني أتكلم لو سمحت تفاوضت إدارة الاتحاد مع إدارة الشباب على الإعارة وافقت إدارة الشباب شفهيا لإدارة الثنيان ثم أرسل طلب إدارة الاتحاد أرسل الطلب بإعارة اللاعب ورفض إدارة الأهلي أرسلت عرض بستين مليون إدارة النصر وبناء على حديث العضو الذهبي عندها عرض مسبق بثمانين مليون واللاعب الغنام وأيمن يحيى وإدارة الهلال عندها عرض بخمسة واربعين مليون ونصف واللاعبين اليامي وأيضا رديف لذلك إذا أنت تبحث فعلا عن مصلحة نادي الشباب أعتقد أنه لا مبرر ولا يعني ولا سبب يعني يمنعك من الانتظار على أقل تقدير إذا كانوا الهلال يتكلمون بأنه يعني لحظة بس إذا كانوا الهلال يتكلمون على أنه الموضوع حسم من قبل إذا كان هو فعلا يبحث عن مصلحة نادي الشباب ويبحث فعلا عن السعر الأعلى كان عنده قدرة ينتظر 12 يوم طيب أنا أبغى أسأل العقد أربع سنوات للاعب في يدك أنت كإدارة رغبة اللاعب ما هي سبب حسب معاذه في تجربة سابقة مع الأستاذ خالد البلطان ظهر تلفزيونيا نفس التجربة بالتفصيل ظهر تلفزيونيا وقال أنا أتمنى من إدارة نادي الشباب أنها تخليني أرحل وأنا أبغى أرحل وأبغى أروح لأي نادي آخر وبعدها مباشرة ظهر خالد البلطان وهنا الفرق بين الأستاذ خالد البلطان والأستاذ خالد ثنيان خالد البلطان حتى وإن باع لاعب أو استغنى عنه يظهر ويبرر ويقنع يظهر ويبرر ويقنع في 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 قضية حسن معاذ نفس المشهد ظهر خالد البلطان مع أحد البرامج الرياضية وقال رغبة اللاعب ما علي منها أنا بيني وبينه عقد ولن يرحل وما رحل حسن معاذ في وقتها بعدها ظهر خبر صحفي
بتحويل اللاعب حسن معاذ وهو صديق وترى يعني من الأقرب إلى قلبي بالتدريب الانفرادي لمدة شهر كامل، ومن بعدها عاد حسن معاذ إلى الفريق الشبابي وأكمل حتى نهاية عقده. هنا الفرق ما بين الرئيس الذي يبحث عن مصلحة النادي والرئيس الذي يبحث عن مصلحة الأندية الأخرى.